الحمد لله عز وجل، يعني هذا اليوم هو يوم عظيم، يوم للتاريخ سيذكره الفلسطينيون والشعب المغربي العظيم. رغم صعوبة السفر ورغم أنه خرجنا من منازلنا في القدس قبل 17 ساعة من الآن، إلا أن كل شيء فعلا نسيناه عندما وطأنا أرض المغرب، هذه الأرض المباركة، هذه الأرض التي نحبها ونعزها كفلسطينيين. أيضا أنوه أن الاحتلال الإسرائيلي منع لاعبين مهمين في نادي هلال القدس من الخروج، لأنهما من قطاع غزة، ومنعهم من الخروج من قطاع غزة والوصول معنا إلى المغرب. هذه هي ظروف الشعب الفلسطيني واعتدنا على هذا الشيء. إن شاء الله رغم كل شيء سنقدم مباراة كبيرة، مباراة هامة، مباراة للتاريخ كما قلت، بغض النظر عن الفائز منها سواء كان الرجاء المغربي أو حتى نادي هلال القدس الفلسطيني.